ينقلها على الجهه اليسرى لمصلحه قسعر. مصطفى الى عبد الجليل يرسل الكره الى الامام ومسالت والضغط، ولكن شوف الضغط يا برافو ولكن برافو من هايل وهدوء هدوء 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 اهدوا مصطفى اهدوا هايل صورة. خلونا نهدى شوي عمهلكم يا شباب، يعني احتكاكات عادية وطبيعية في أي مباراة تمثل ديربي لكن تنتهي بسرعة. شوف التدخل، شوف اسامة منذر، تدخل عبد الله، تدخل حمزة ترتور وعامر أبو هديب. قلت لكم هذا اللقاء لقاء الأشقاء. هايل وأحمد فيصل، أحمد فيصل هل سيشهر بطاقات صفراء؟ هنا أحمد فيصل الحديث مع هايل وكسر، بدك تشهر بطاقة يا أحمد بلا، لكن هناك سنرى بطاقة صفراء الأولى لهايل والثانية لكسعر، خمسة بطاقات صفراء في الشوط الأول ودقيقتين على نهاية. هنا الاحتكاك، هنا الصراع، ولكن بسرعة انتهى، بسرعة انتهى ببطاقة صفراء لهايل ولكسعر. وصلت تيمونتي الرابع عبارة يتركها مصعب، خطيرة لمصعب، كرة مصعب وهذه الكرة إلى ركنية، إلى ركنية، وهنا اعتراض على الكرة الماضية. هنا مصعب اللحام والكرة الماضية، المطالبة بخطأ ولكن قرار الحكم إلى ركنية، ركنية لا، اعتراض منه. الآن مدر أبو عمارة، مدر أبو عمارة، مدر يلعب كرة داخل المنطقة ولكن جلبية مالك، وهنا احتكاك. هدوء، هدوء أكثر، هدوء أكثر يا سعد الرسالة يا مالك، أنت لاعب الكبار. هنا كرة يعني دائما نبتعد عن مثل هذه القرارات والمباراة تنتهي مع هذا الاحتكاك ما بين الفريقين الربطة والحسين. إذن أتت صفرة الحكم أحمد فيصل لتعلن عن نهاية مجريات الشوط الأول من هذا اللقاء الذي ينتهي بأحداث أعتقد لن تستمر أكيد ما بين الشقيقين. أعود بكم الآن إلى استديوهاتنا في التلفزيون الأردني وإلى الدكتور ليثم بيضين وضيوفي الكرام للحديث أكثر وأكثر عن مجريات الشوط الأول. لك الكلمة دكتور، ولكن ما بعد الفاصل.